مساء الخير يا جماعة، محبين الجيتار والآلات الموسيقية اللي هي تنتمي لأسرة ياماها في العالم. أنا بشكر جدا أننا بقينا يعني بين أهم موسيقيين في العالم. عندنا هنا تو تشيلوز، دول ارتست بليف ان ياماها، وانا ممثل ياماها في مصر والشرق الاوسط. وهنا طبعا رودريجو جابرييلا. فقد ايه انا سعيد جدا ان بقيت في وسط اهم الفنانين في العالم اللي هم يعني ممثلين لياماها ومنتجاتها الرائعه حول العالم كله. شكرا جزيلا.